اخر بقى دراسه معانا النهارده. ايوه هي ايه؟ مهمه قوي 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 يا جماعه. الدراسه دي صدرت عن منظمه العمل مؤخرا. في منظمه اسمها منظمه العمل عملت دراسه مؤخرا بتقول ان في مجموعه من التخصصات الجامعيه مهن مهدده بالزوال بسبب التطور التقني. وبتقول ان احنا غير مستعدين للمستقبل من خلال الارقام الحقيقيه والشفافه ستهدر سنوات وثروات ومستقبل شعوبها. ليه بقى؟ لان في يا جماعه تخصصات جامعيه خلاص راحت عليها ومش هتبقى مطلوبه، فدراستها زي قلتها، تضيع الوقت فيها، مش هنشتغل بالشهاده دي ولا هنتوظف بعد كده. فناخد بالنا جدا جدا الطلبه الجداد اللي عملوا التنسيق واللي داخلين الجامعه وبيختاروا الميجر والكليه والماينر، في حاجات هتختفي. هي ايه بقى الحاجات اللي هتختفي؟ هي بقى. خد عندك هي. علوم الحاسب الالي. علوم الحاسب الالي هيختفي. ده اللي كان من 20 سنه بيقول لك سيب كل حاجه وادخل علوم الحاسب الالي. بالزبط. هيختفي. علم الاحياء اللي هو البيولوجي البيولوجي يعني. الانثروبولوجي والاثار السياحيه هيختفي. هيختفوا برضه. السياحه، انا اسفه، السياحه. علم السياحه هيختفي. علم النفس، بس انا مش عارفه ازاي علم النفس ممكن يختفي. ازاي صحيح؟ ازاي اذا كان يعني علم النفس ده مهم جدا، امال دكاتره النفسيين هيعملوا ايه؟ سايكولوجيست وسايكايتريست. علم المكتبات هيختفي. الفلسفه والتاريخ دراستهم برضه. الشغل اللي متعلق بيهم هيختفي. رياده الاعمال، تخيلوا دي كانت مفاجاه ليا، رياده الاعمال هتختفي برضه. اللغات الاجنبيه القديمه هتختفي. الموسيقى والفنون الجميله المفاجاه الاكبر هتختفي. ده انا بقول لكم يا جماعه، ده احدث تقرير منظمه العمل، ده اخر تقرير تم نشره. احدث حاجه يعني. احدث حاجه يعني بره ولا عندنا في الشرق الاوسط في مصر؟ في كل مكان. كل مكان. خد بالك حتى لو عندنا الموضوع بياخد وقت اطول، لكن بيوصل. يحس. كذا حاجه طلعت بره وقلنا ايه ده ايه ده ايه ده، دي مش هتنفع عندنا خالص، وبعد كام سنه بتيجي عندنا وتكتسح. فهو الموضوع يمكن بره بيسبقوا شويه، لكن كده كده هتيجي عندنا، هتيجي. يعني المستقبل دلوقتي للبرمجه، للاي اي، للذكاء الاصطناعي. كل ما هو ذكاء اصطناعي هو المستقبل. وتاكدوا تاكدوا من المعلومه دي، الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس هي المستقبل يا جماعه في كل حاجه، لان الاي اي والروبوتكس داخله في كل حاجه، كل المهن. فركزوا في الموضوع ده وانتوا بتختاروا كليه، وانتوا بتختاروا تخصص رئيسي، تخصص الفرع، شوفوا الحاجات المتخصصه قوي اللي معلهاش اقبال كتير، اللي ممكن تكونوا انتوا لو درستوها تبقوا نادرين او مطلوبين في مجالكم. في شغلانات في الاي اي دلوقتي، اصدقائي في اوروبا وفي امريكا في الشركات في الاتش ار بيحاولوا يعينوا ناس مش لاقيين، يعني بقالهم شهرين بيدوروا على حاجه متخصصه في الاي اي، في الذكاء الاصطناعي. أيوة. مش لاقيين حد بيقدم، مش لاقيين. فعايز اسالك سؤال، فرصه توظف يعني لو درستوا الحاجات دي بجد، فرصتكم ان انتوا تلاقوا شغل اؤكد لكم هتبقى سهله جدا.